السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من مادة برمجة الحاسوب في الكورس الأول C++. طبعا بهذه المحاضرة راح ناخذ الـ Evaluation Order، تسلسل إجراء العمليات أو تنفيذ العمليات بلغة C++. طبعا بالمحاضرة الثالثة بالمختبر شرحنا أنه طبعا تنفيذ العمليات الرياضية بالـ C++ راح يكون بأوردر معين وثابت، وهو أنه أي عملية محصورة بين أقواس راح تنفذ أولا، بعدها إذا كان عندي عملية ضرب تنفذ بعدها إذا كان عندي طبعا باقي قسمة الموديليشن راح ينفذ، بعدها عندي القسمة، بعدها عندي الجمع، بعدها عندي الطرح. ناخذ مثال بسيط، تشوفون هنا أنا عندي F يساوي A زائد B زائد C زائد D زائد E تقسيم 10. إذا أريد أكتب هذه الخطوة ببرنامج ال C++ لازم البسط طبعا أحصره بأقواس، مثل ما تشوفون قمت بحصر ال A وال B وال C وال D بأقواس، وبعدها قسمتها على 10. السبب طبعا لأن أولوية إجراء القسمة بلغة السي بلس بلس هي أعلى من أولوية الجمع، فبالتالي حتى أقوم بتنفيذ هذه الخطوة والجمع البسط وإعطائه أولوية، فأقوم بحصر هذه الرموز أو هذه المتغيرات بأقواس، وبعدها أقوم بتقسيمها على المقام. ناخذ مثال آخر. State the order of evaluation for the following expression. عندي هاي المعادلة، يريد أوضح طبعا الـ order of evaluation مثل ما شرحنا في المحاضرات السابقة، ومثل ما شرحت في بداية هاي المحاضرة انه عندي الاولوية راح تكون للضرب، مثل ما تشوفون هنا أنا مذكورة اولوية اجراء العمليات الرياضية، الاولوية هي للضرب، بعدها الناتج راح يطلع لي من ضرب ال B في ال R، راح طبعا الاولوية بعدها الى باقي القسمة، راح تكون هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة راح تكون عندي هي القسمة طبعا، وبعدها راح يكون عندي الجمع، هذه هي الخطوة الرابعة، وبعدها الخطوة الأخيرة راح يكون عندي طرح. هذا هو التسلسل الصحيح لتنفيذ أي عملية رياضية ببرنامج C++. حتى أقوم بكتابة برنامج بلغة السي بلس بلس لإيجاد قيمة زي، طبعا مثل ما تشوفون قيمة زي تعتمد على هذه المعادلة اللي تعتمد بالتالي على المتغير بي على ال R على ال Q على ال W وعلى ال X وعلى ال Y. فراح أقوم بإدخال، طبعا كتبت البرنامج مسبقا حتى اختصار الوقت، طبعا راح استدعي مكتبة الادخال والاخراج stream.h، وبعدها طبعا استخدم المين فانكشن، وراح اعرف المتغيرات اللي احتاجها اللي هي ال P وال R وال Q وال W وال X وال W وال Y العفو، وكذلك ال Z. بعدها راح اطلب من اليوزر انه يدخل قيمة الى المتغير بي، وكذلك اطلب من اليوزر انه يدخل قيمة الى المتغير ار، طبعا طريقة ادخال القيم وحفظها في هذه المتغيرات هو باستخدام ال CN ورمز الادخال، وطبعا كذلك الامر بالنسبة الى باقي المتغيرات. بعد ما قمت بإدخال جميع المتغيرات راح أقوم بكتابة المعادلة مثل ما مطيني إياها بالسؤال،
بعدها راح أقوم بطباعة طبعا الناتج قيمة زي باستخدام السي اوت. أجي أنفذ البرنامج، راح تشوفون الموجود بين دبل كوتيشن ظهر نفسه على شاشة التنفيذ، وبقى المؤشر ينتظر مني أنه أدخل قيمة إلى المتغير بي، أدخل 1، أضغط Enter. الآن طلب مني أنه أدخل قيمة إلى المتغير R، أدخل 2، وهكذا بالنسبة إلى باقي المتغيرات. بعدها طبع لي the result مثل ما موجود بين الدبل كوتيشن، وطبع لي قيمة زي اللي حسبها في هذه المعادلة اللي هي أصبحت ناقص 4. ممكن إنه تحسبوها بالبيت على تسلسل العمليات اللي شرحناه قبل قليل، راح تشوفون إنه الناتج هو ناقص 4. طبعا بعد ما أخذنا في المحاضرات السابقة وقلنا بداية كل برنامج لازم يكون عندي استدعاء للمكتبات اللي راح أحتاجها، وأخذنا المكتبة المسمى iostream.h، وقلنا هذه المكتبة أحتاجها إذا كان عندي إدخال أو إخراج أو إدخال وإخراج في البرنامج، فلازم أستدعي هذه المكتبة في بداية البرنامج. ناخذ الآن مكتبة أخرى تدعى math.edge. وظيفة هذه المكتبة هو طبعا لتنفيذ عمليات رياضية أو معادلات علمية. طبعا هذه الكومن ماثماتيكال فانكشنز اللي هي الدوال والمعادلات العلمية الشائعة اللي هي اللوغ والإكسبونينشال واللين والساين والجذر إلى آخره. هنا عندي بعض الأمثلة، طبعا طريقة كتابتهم بلغة السي بلس بلس راح تكون بهذا الشكل. على سبيل المثال عندي الإكسبونينشال مكتب بهذا الشكل في برنامج السي بلس بلس، طبعا عندي اللوغ يكتب بهذا الشكل، عندي اللين يكتب بهذا الشكل، عندي الساين يكتب بهذا الشكل، عندي الأس هنا مثلا X أس N راح يكتب بي أو دبليو مختصر بار، وأفتح قوس أكتب الإكس وأكتب فارزة بعدها الإن. الجذر طبعا راح أكتب سكوير وأفتح أقواس وأخلي ما تحت الجذر بين هذه الأقواس. ناخذ مثال طلاب. Write the following equation as a C++ expression and state the order of evaluation of the binary operator. مثل ما تشوفون طلاب في هذا المثال عندي معادلة رياضية لإيجاد قيمة F. طبعا نوجد قيمة F اللي هي تساوي جذر sin x ناقص x أس 5 على ln x زائد x على 4. حتى أحل هيج معادلة بلغة C++ فراح أقوم باستدعاء المكتبة اللي هي math.h حتى أستخدم هذه الدوال اللي هي الساين والأوس واللين. طبعا طريقة كتابة المعادلة راح تكون بهذا الشكل. عند الجذر قلنا نكتبه بهذا التعبير squared، وما تحت الجذر راح يكون محصور بين أقواس مثل ما تشوفون. هنا عندي كتب squared وفتحت قوس وسديته بالأخير هنا، ما موجود تحت الجذر راح يكون محصور بين أقواس السكوير. عندي لازم أعزل البسط عن المقام، فراح أعزل البسط أيضا بأقواس. هذا القوس الثاني هو وهذا إلى عزل البسط حتى أعزل البسط عن المقام. طبعا راح يكون البسط اللي هو sin x
مثل ما تشوفون نفسها، و اكس اس 5 راح اكتبها بهذا الشكل بي او دبليو وافتح قوس اكس فارز 5 تقسيم. طبعا هم اعزل المقام باقواس كما تشوفون، اللين يكتب بهذا الشكل log of x لان ال x log of x لان ال x log of x زائد x على 4. فهذه هي طريقة كتابة هذه او التعبير عن هذه المعادلة الرياضية ببرنامج السي بلس بلس. طبعا ولا تنسون انه لازم نستدعي المكتبة اللي هي math.h في بداية البرنامج، لان اذا ما قمنا باستدعائها وكتبنا هذه المعادلة الرياضية بهذا الشكل راح يقول لنا، يطلع لنا مجموعة من الاخطاء، راح تقول لنا انه هذه الفوكشنز هي غير معرفة اللي هي سكوير والساين ومختصر الباور البي او دبليو، راح يبلغنا ان هذه الفوكشنز هي غير معرفة. الإيفالويشن أوردر مثل ما تشوفون، بما أنه عزلت البسط بأقواس والمقام بأقواس، فتنفيذ العمليات للبسط والمقام كل واحد راح يكون على حدة، وبالأخير أنا راح أقوم بتقسيم محصلة البسط على محصلة المقام 5 و6، وبالأخير بعد ما وجدت محصلة تقسيم البسط على المقام أوجد الجذر لهذه المحصلة حتى حصل على قيمة f. هنا عندكم exercise ممكن انه تتدربون عليه لكتابة هذه المعادلة بلغة السي بلس بلس. ايضا عندنا جذر نستعيض عنه بكلمة square، وما تحت الجذر راح يحصر بين هذه الاقواس اللي تخص الفونكشن square. وهنا عندنا x تربيع ضرب y ناقص 3 ضرب ساين اكس، وطبعا هنا عندنا تان اكس اس 3 زائد اكس اس 3 على الواي. هذا اكسرسايز ممكن انه تتدربون عليه، واذا عندكم اي سؤال ممكن انه تسألوني بالمختبر اذا كان حلكم لهذا الاكسرسايز صحيح او خطأ. تذكرون طلاب في محاضرات سابقة قلت عندي بعض السبيشال اوبريشنز بال سي بلس بلس، بعض العمليات الخاصة، من ضمن هذه العمليات هي الانكريمنت والديكريمنت. طبعا شرحت لكم فد أمثلة بسيطة عن دور هذه العمليات. طبعا الانكريمنت عندي نوعين، يا اما بريفكس نوتيشن، وهذا طريقة كتابة prefix notation increment. أما النوع الثاني فهو post fix notation. طبعا شنو الفرق بين هذه النوعين؟ نوهنا سابقا انه اذا كان عندي prefix notation عندي علامة زائد مرتين قبل ال variable قبل المتغير، راح تكون زيادة آنية لقيمة هذا المتغير. أما إذا كانت العلامة الزائد المكتوبة مرتين بعد المتغير، فراح تكون عملية زيادة هذا المتغير بمقدار واحد، ولكن هذه الزيادة ما راح تكون آنية، وإنما راح تكون بعد ما الـ value is taking or returned to current state. ناخذ أمثلة حتى تشوفون الفرق بين الـ prefix notation والـ postfix notation. عندي هنا مثال، عند متغير y هو integer، وعندي متغير x هو integer أيضا ويساوي 7. هنا يريد يخرج قيمة x، ولكن سابقها في special operation بعملية خاصة اللي هي prefix. بعدها طبعا فرض انه y يساوي x وخرج قيمة y. اجي اشوف هسه عندي البرنامج عين
مكان بالذاكرة وسماه واي، وعين مكان بالذاكرة سماه اكس، وخلى محتوى هذا المكان هو 7. بعدها البرنامج راح يقوم بطباعة قيمة اكس، ولكن اكس مسبوقة بعملية خاصة اللي هي prefix notation، وبالتالي راح يقوم بطباعة قيمة x زائد 1. مثل ما تشوفون الـ output راح يطلع عندنا 8، لأن x كان 7، 7 زائد 1 هو 8. بعدها عندي enter راح ينزل إلى سطر. بهذه الخطوة عندي الـ y يساوي x، حيث أصبحت قيمة الـ y تساوي قيمة الـ x. قيمة الـ x أصبحت 8، فإذا قيمة الـ y كذلك هي 8. بهذه الخطوة سي اوت واي اطبع قيمة واي اللي هي اصبحت 8، فراح يطبعها بهذا الشكل. اما البوست فيكس نوتيشن راح نعيد نفس المثال، ولكن نجعل هذه سبيشال اوبريشن بعد الفايربل، وراح نشوف شنو الفرق. راح يجي هنا يخرج قيمة اكس، فقيمة اكس بما انه الـ special operation او الـ increment اجت بعد الـ variable، فراح تكون زيادة للـ variable ولكن مو لحظية. يعني على سبيل المثال هنا من راح يخرج x راح تخرج قيمة x القديمة اللي هي 7، وبالـ handle ينزل سطر جديد راح يرجع هنا يقول y يساوي x. x زادت بعد طبعا بعد ما نفذت هذه الخطوة زادت بمقدار 1، فأصبحت x 8، ف y يساوي 8. أطبع قيمة y فراح يطبع لنا الرقم 8. طبعا هنالك الكثير من الدوال اللي ممكن أن تفيدنا في دراستنا الأكاديمية، من هذه الدوال الدالة اللي تدعى set base، حيث تستخدم هذه الدالة to convert the base of one numeric value into another base. طبعا مثل ما تعرفون هنا عندنا بدراستنا بالهندسة ممكن ان نتعامل مع الديسيمال نمبر او الهكساديسيمال نمبر او الاوكتال او الباينري، حتى اقوم بتحويل بين هذه الانظمة العددية ممكن انه استخدم هذه الطريقة الموضحة بهذا المثال. هنا بهذا المثال راح اقوم بادخال رقم، مثل ما تشوفون عرفت متغير على انه هو انتجر، وراح اطلب من المستخدم انه يدخل رقم باستخدام السي ان. راح ندخل رقم ويخزن هذا الرقم في المتغير اللي سميته value، حتى اقوم بتحويل هذا الرقم من بيس الى اخرى. مثل ما تشوفون هنا قلت السي اوت، اذا ردت بي الديسيمال بيس راح اكتب بعد علامة الاخراج راح اكتب دي اي سي مختصر ديسيمال، وبعدها راح اكتب علامة الاخراج واكتب المتغير حتى يقوم باستدعاء قيمة المتغير، وبعدها راح اكتب اندر حتى ينزل لسطر جديد. طبعا بتنفيذ هذه الخطوة راح يكون الاوتبوت بهذا الشكل. انا دخلت 10 راح تظهر 10. طبعا بالخطوة اللي بعدها راح اقوم بتحويل الرقم 10 الى نظام الهكساديسيمو، راح اكتب مجرد اتش اي اكس بعد علامة اخراج، وبعدها مباشرة اكتب قيمة المتغير اللي اريد احوله بالهكساديسيمال، وبعدها اندر. الاوتبوت لهذه الخطوة راح يكون بهذا الشكل. كذلك الامر بالنسبة للاوكتل، راح اكتب او سي تي مختصر اوكتل، وبعدها الفاليو وبعدها الانتر اندر، فراح يكون الاوتبوت بهذا الشكل. اطبق لكم يا طلاب حتى تشوفون طريقة التنفيذ. انتر نمبر دخل 10 مثل ما موجود عندنا، تشوفون الديسيمال بيس 10، الهكساديسيمال بيس 8،
الأكتر بيس هو 12. طلاب انتبهوا لي، ممكن نعيد تنفيذ هذا المثال باستخدام طريقة أخرى، اللي هي استخدام الستيتمنت اللي تدعى set base. طبعا طريقة استخدامها راح أوضح لكم إياها بهذا المثال. راح أقوم ب طبعا أولا لاستخدام هذه الستيتمنت set base حتى أقوم بتحويل بين الأنظمة الرقمية، راح أستدعي هذه المكتبة اللي هي IOMANIB.h مثل ما تشوفون في هذا المثال. بعدها طريقة استخدام هذه طبعا الستيتمنت، راح أقوم بتعريف متغير على أنه انتجر، وراح أطلب من المستخدم أنه يدخل قيمة إلى هذا المتغير. طبعا القيمة راح أدخلها بالديسيمال، وبعدها راح أطلب من البرنامج أنه يخرج لي قيمة هذا المتغير ولكن بصيغة الهكساديسيمال باستخدام وكتابة هاتين الخطوتين مثل ما تشوفون علامة الإخراج، وبعدها set base 16 لأن الهكساديسيمال مكون نظام 19، وبعدها راح أخرج قيمة المتغير اللي راح تكون في النظام الهكساديسيمال. أجي أدخل 10 enter number، أدخل 10 أضغط enter، مثل ما تشوفون خرج لي إياها بصيغة الهكساديسيمال، حول 10 إلى الحرف أي. أما الفونكشن الأخرى اللي هي set w اللي تستخدم لتحديد المينيموم نمبر اوف كاركتر بوزيشن، الحد الأدنى لأماكن الأحرف اللي راح يستهلك المتغير بحقل الأبل. راح آخذ مثال وأشوفكم شنو نقصد بهذا الكلام. طبعا لاستخدام هذه الفونكشن يجب أنه نستدعي المكتبة اللي شرحنا عليها قبل قليل اللي هي IOMANIB.h. طبعا هنا عندي متغيرين، نوع من انتجر، طبعا المتغير الأول اي يساوي 200 والمتغير الثاني بي يساوي 300. راح استخدم طبعا طريقة أخذناها لطباعة قيمة المتغير اي، وبعدها باج سلاش تي، كنا باج سلاش تي في محاضرة سابقة راح يعاد طبعا التاب، وبعدها عندي راح يخرج قيمة بي، بعدها اندل ينزل سطر جديد. بعدها راح نشوف انه ست دبليو 5، حيث انه اي راح تاخذ 5 مواضع، وبعدها ست دبليو 5 بي حيث ان البي راح تاخذ 5 مواضع بشاشة الاخراج. بعدها اندل ينزل سطر جديد، عندي ست دبليو 6 للاي حيث ان الاي راح تاخذ 6 مواضع، وكذلك الامر بالنسبة الى البي، ست دبليو 6 علامة اخراج بي حيث ان البي راح تاخذ 6 مواضع. اجي انفذ وأعرف شنو اللي صار عندي بهذه الخطوة، خرج لي قيمة أي اللي هي 200، وترك طبعا مجموع مسافة عدد التاب، وبعدها خرج لي قيمة البي اللي هي 300. هنا نشوف قيمة أي خرج ليها ولكن حجز لها طبعا 5 أماكن على الشاشة مثل ما تشوفون، ونفس الشيء بالنسبة إلى بي حجز لها 5 أماكن على الشاشة، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 بالنسبة لي.
بالنسبة للخطوة اللي بعدها، طبعا حدد 6 أماكن، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. أما بالنسبة للست فول، راح أخذ لكم مثال حتى أوضح لكم طبعا طريقة عمل الست فول. راح أخذ مثال بسيط اللي هو طباعة جملة هلو وورد. مثل ما تشوفون هنا، باستخدام السي اوت راح يطبع كلمة هلو لأن موجودة بين دبل كوتيشن. بعدها راح تشوفون استخدم الفوكشن اللي حكينا عليها قبل شوي اللي هي 6W7. شوفون هنا دائما هذه الستيتمنت او الفوكشن تاخذ انتجر نمبر، فراح يقوم بتعيين 7 خانات الى كلمة هلو. هلو مكونة من كم حرف؟ مكونة من 5 أحرف، يعني راح يحجز يكتب كلمة هلو ويحجز أو يترك مسافة حرفين. بعدها راح نستخدم هذه الفونكشن اللي هي أيضا لاستخدامها نحتاج إلى استدعاء هذه المكتبة، وراح نكتب أي رمز هنا محصور بين سنجل وكويت، وبعدها راح نطبع كلمة وورد. نجي ننفذ البرنامج. مثل ما تشوفون طبع لي كلمة هلو، بما انه حدد 7 مواضع لكلمة هلو، وكلمة هلو مكونة من 5 أحرف فقط، فهنا راح يكون عندي 2 فراغات، ولكن باستخدام الست فول وادخال هذا الرمز علامة النجمة، فراح يعوض هذه الأماكن الفارغة بعلامة النجمة. بعدها راح يطبع كلمة وورد مثل ما تشوفون. أما الفاكشن الأخيرة بمحاضرة هذا اليوم فهي set of precision اللي تأخذ أيضا integer number. طبعا وظيفة هذه الفاكشن هو التحكم في طبعا ال output the number of digits on output stream display of a floating point value. راح أخذ مثال حتى أشوفكم طريقة استخدامها وعملها. طبعا أيضا لاستخدام هذه الفونكشن لازم أستدعي المكتبة اللي هي iomon.ib.h، وبالتالي عندي هنا مثال بسيط يبين أهمية استخدام هذه الدالة. عندي 3 متغيرات، المتغير الأول عرفت على أنه هو float، والثاني أيضا، والثالث كذا. عندي قيمة المتغير الأول هي 5، قيمة المتغير الثاني هي 3، قيمة المتغير الثالث هي جايتني من حاصل قسمة المتغير الأول على الثاني، أي تقسيم. راح نشوف طريقة عمل set of precision مثل ما تشوفون بهذا الشكل. راح أقوم بكتابتها وكتابة integer number داخل الأقواس، وبعدها راح أكتب المتغير اللي أريد أطبعه، طبعا مسبوق بعلامة الإخراج، وبعدها enter. راح أعيد الخطوة ولكن راح أدخل رقم يختلف، خلينا نقول ندخل 6. وراح نقوم أيضا باستدعاء قيمة المتغير C اللي هو جاي من حاصل قسمة 5 على 3. أنفذ البرنامج. شوفوا بهذه الخطوة، طبعا طول الرقم مكون من 2 digits، وبهذه الخطوة طول الرقم مكون من 6 digits، 1 2 3 4 5 6. قم بتغيير الأرقام 3 8. أنفذ البرنامج، هتشوفون أصبح
الناتج الأول مكون من 3 digits، واللي ناتج اللي بعده مكون من 8 digits. وشكرا لكم.